انت دراستك ايه؟ انا دراستي هندسه ميكانيكيه. ومراتاتك؟ مراتاتي كليه تجاره ومعهد تربيه اطفال يعني. طيب دول انا اتنين، التالتة شيف سابق. التالتة شيف سابق ومعرفش شهادتها ايه. ما تعرفش. والرابعة المرحومة توفت؟ انت الرابعة ماتت؟ الأولى خالص. أم الأولى زينب الله يرحمها. أم زينب دي أنت ما طلقتش أم زينب؟ لا لا، هي وما اللي اتجوزتش توفت. عليها. من كنت كتر لسه القهر بقى ببتدي كده وبكون الحاج متولي كده. اتجوزت، اتجوزت على أربعة فماتت من كتر الضغط. لا ما اتجوزتش عليها، لا لسه هي نفسي لسه بتجهز. فهي ربنا اختارها. التركة جت منين بعد أم زينب؟ ها؟ يعني التركة بتاعت إنك تتجوز أكتر من واحدة بعد أم زينب جت ليه؟ التركه دي موجوده في عيله العرباوي. ده انتوا عبارة عن جدا. طب انت بس انت كان معاك ام زينب دي واحده. انا والدي ليه 26 عم وعمه. انا هبقى اكيد هنجيبهم، لكن انا اللي انا عايزه اساله اللي انا عايزه اقوله لك ان ام زينب دي انت ما اتجوزتش عليها. لا ليه؟ ما لحقتش. هي اللي ما لحقتش. انت بالله انت سكر ولازم تجيب لذيذ قوي. بيقول لك عايز احل مشكله العرس. ايوه في دراسه بتقول الاستاذ تامر. انا مخلوق يا جماعه بالفكره موجوده عندي تمام. نموذج فكره تربويه اجتماعيه. صديق ليا نموذج والله ما بزعل حد. نموذج حقيقي للشريحه الكبيره في المجتمع. عايز اقول لك حاجه بس عشان يعني دي حاجه مهمه يا تامر. انا عارفه ان انت صادق، وانا عارفه ان في عائلات بتبقى هي دي طريقه تفكيرهم، هم بيحبوا الستات. انا مره قعدت مع صديق ليا بيشتغل معايا وكده وعيلته نفس الفكره دي، فهو رد عليا قلت له انتوا بتتجوزوا كتير ليه؟ قال لي اقول لك الاجابه الحقيقيه ولا اجابه التلفزيونات اللي انت عايز تسمعيها، احنا معانا امكانيات وان احنا من حقنا. قلت له لا قولي الاجابه الحقيقيه. قال لي احنا عيله بنحب الستات بس، واسقط في يدي خلاص. وهو المطلوب اثباته. هنا بقى انا بالنسبه لي والله بامانه اجي اقول لك انت غلطان. انا بالنسبه لي مش كده بس، مش حب الستات. لا لا مش حب الستات بس، دي حاجه، دي واحد. ثم بعد كده طريق وحياه. كل واحد جميل طريق وحياه. في اولاد الحمد لله من ثلاث زوجات. لا بس هما اكس، كل زوجه من منها اولاد. لا لا في جينات. انا هنا يا جماعه اننا بتجوز مش هلوم الرجل اللي هو بيعترف، انا بلوم الست اللي بتحط نفسها في هذه المكانه، وهي اختيارات في الحياه. وانا هنا لما بلومها مش بقول لها انت مجرمه، لا هي عليها انها تعيش التجربه. قررت ان يبقى عايزه تعيش في بيت فيه اكتر من واحده وتشارك الرجل بتحبه، ده تجربه تحترم وماليش اي فيها اي كلام، بس مع نفسك. في ناس تانيين يقول لك لا. هو ده الحاج متولي اللي قاعدين مع الحاج متولي. اتفضل. من بدري استاذ تامر. الحاج متولي الدراسه. الدراسه. في دراسه بتقول ان الجواز من امراه اكبر عمرا ايوه اختيار اكتر اماما، لانها بتكون على درايه ونضج بالحياه، بتكون عايزه تعيش، بتعدي حاجات كتير خلاص بقى مش طفله، بيكون عندها مرونه اكبر وتفاهم اكبر. انت تتفق ولا تختلف؟ انا اتفق اتفق اتفق. طيب لو هو اداها فرصه، ما هي تاني بقى تختلف في الراجل هو تعامله مع الموقف ازاي؟ يعني هو تعامل الراجل مع الموقف ده ازاي؟ هل هو اخد ان هو مديها الفرصه ان هي فعلا تبقى معاه في ظهره، بتساعده، بيساعدوا بعض، مشاركين، متحركين مع بعض، ولا هو شايف ان هو عايز يثبت ان انا الكبير وانا هدوس عليك وانا هطلع وانت مش موجوده وانت لازم تسمعي وانا قدام الناس كلها انت ولا حاجه؟ ان في راجل على فكره دي ده بيحصل. ده بيحصل. ده بيحصل وشائع. وعلى فكره انه يعني بتستغربي انك بتلاقي حد تحول 180 درجه من انسان متفتح ويعني متفاهم وكل حاجه لما تعيشي معاه بقى تحت سقف واحد، ان هو ممكن كل اللي بيعمله هو كان هي كانت غايه، ده كان ستار كان للوصول هدف. الى هدف بالظبط ووصل للهدف. كنت موافق قبل الجواز، كنت موافق واحنا مخطوبين، كنت لابس في بيتي كنت لابس قبعه وخلعت القبعه.